بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الأسماك، فيما يخص الأسماك هنايا في زيو، هذه واحد الأسبوع وقبل كان الحوت شوية نقص، ما عرفناش الأسباب، ولكن البارح واليوم الحوت موجود الحمد لله، والأثمنة في المتناول، من خصوصا الحوت أو السمك الأزرق، السردين وبقرونيس وخروليس كيف كيسميوه هنايا، مزيان موجود الحمد لله وشكرا. الحمد لله دابا رخاص، السيمانة اللي فاتت كان شوية الغلا، دابا الحمد لله نخافض الحوت 10 دراهم 1500 الحمد لله، دابا غير اللي ما بغاش يشري الحوت، كلشي موجود، الخيرات موجود. ايوا الحمد لله نطلبوا الصحه ان شاء الله، هادشي اللي كاين. الناس كتشكى بالغلا، الله يحسن لها عون الحوت زين، ولكن حتى حنا شي مره نخدموا، راه ما كنصوروا والو. بحال دابا بقرونيس يجيبوه ب 50 فرانك في 20 كيلو، دير له 500 دورا يجيب راس ماله. ونطلبوا الله ان شاء الله هاد رمضان تكون الدعوه رخيصه، راه اليوم جابوا شويه سردينه رخيصه، راه كنديروا لها 1200. الدعوه مزيانه ان شاء الله، والحوت رخيص والجوده زينه. بقرونيس راه يدير 500 دورو، خروريس 400 دورو، 20 درهم. سردينه راه دير 1200 بس، هو 20 درهم والرايه دير 20 درهم. حاليا دابا اليوم راه كاين رخا شويه مزيان. اليوم احسن من السيمانه الفايته. السيمانه الفايته كان الجو ماشي هو هذاك، كان الجو الجو كان فيه الجو كان قليل، كاين الحوت ولكن قليل، والثمن كان مرتفع شويه. دابا لا، دابا الجو موجود، الجو زين، والحوت موجود الحمد لله. الثمن مزيان. والثمن مناسب. كنت وحشي سرمان، يخصها انا حالنا ذو السميد انا ويا سرم. لا زيو وغاسل بوي سرمان. وهذا والو، الجوده والو. واش ما كاينش الحوت؟ واش هاد الناس كيشطروا مثلا ما عندهمش فلوس باش يشريوا الحوت؟ ما نعرف. هذا هو الواقع. اما ما عندهمش باش يشريوا، اما كيشطروا. لا الغلا كاين، الغلا جا هنا ما الحاجه اللي تديها من الناظور مثلا، تمشي للناظور تجيب قرونس مثلا ب 3000 فرانك، هنايا الا ما عندكش 4000 فرانك ما تاكلوش. كيجيبوهم برنسار، برنسار قابويا، هو كاين الحوت ديال قابويا والحوت ديال برنسار، حاجه مزيانه ان شاء الله غادي يكون رخا هذا العام ان شاء الله. وهذا المحور دابا خصنا نطلبوا شويه رخا، ويجيبوا من مرسى يجيبوا الحوت رخيص، باش حنا المواطنين يديو الحوت، كلشي ياكل الحوت، كلشي ان شاء الله يدي الحوت. والغلا في المرسى هو اللي كيكون الحوت غالي، ما حنايا راه مادامنا يكون رخيص. السلام عليكم، جينا خويا نتقضاو هذا الحوت هذا النهار من المارشي، ما كاين بوحوت، الاسعار غاليه. حنا كنتمناو ان الشعب يتضامن وينقصوا لنا شويه في الاثمنه وكذا، الاسعار ديال هذا الحوت هذه غاليه بزاف وما تكون ماشي في المتناول للجميع. عندنا الدعوه الفقراء يعني اكثر من الطبقه الراقيه، يعني المدينه عندنا على قد الحال. والسردين اللي كان دابا احنا كنا موالفين كناكلوه ب 7 دراهم، دابا راه 20 درهم 25 درهم، وان شاء الله في هذا الموسم تاع رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يوصل حتى 30 درهم، يعني ماشي في متناول الجميع. ايوا انا نقدر نشري ب 5، لا ما نقدرش اسيدي، هنا غايجينا الفرق يجينا غالي. سمان هاي غلان 3000 4000 غمان المنكر وخير المنكر اصاحبي المنكر. كما كتشوفوا الاستاذ البيبان مسدودين، كلشي مسدود، وكتشوفوا واحد الاعداد ديال الاماكن خاويين، كاين ازيد من 30 مكان خاوي، ولكن كنطالبوا السلطه المحليه في اسرع وقت ممكن تدخل باش ننظموا هذا السوق ان شاء الله في هذا رمضان. وكاين بعض البلايص هنايا اللي واد الحر ما مخدومش نهائيا، والجوده كنشوفوا السوق انه الحوت كاين، الجوده كاينه، ولكن خص الا التنظيم، كنطالبوا السلطه بالنظام. هذو كيبيعوهم البلايص مبيوعين، حنا كنجيو نديرو في شي بلاصه وكذا، كيقول لك هاودي راه ديال فلان، كدور عليه فلان، كتجبرو في اوروبا في المان في اسبانيا في بلجيك، هنا البلايص مبيوعين اخويا، فهمت؟ فنعم سيدي غا السوق سيدي غا كديه هو خصها تسيري نص ساعه ولا ريفات الدم، مرغا كارو نص ساعه، انت غا مزيدا تسلحها.
نتسدح شي هاكاس لان هاكاس ليسنا الريح ما يميغوا في سوامان سجلخ السوق مجلخ هذا هو. يعني احنا بغينا الشعب يتحد يعني يتضامنوا بيناتنا يكون تحت يكون الشعب متضامن يعني يكون حاجه تكون في متناول الجميع. احنا هذا الشيء اللي كنطلبوا الاسعار تكون منخفضه وصافي. احنا ماشي بالاساس اننا نمشيو غادي نتقضاو الحوت، الا ما كانش الحوت في رمضان ما غاديش ناكلوه. حنايا ملي تكون حنايا راني داير القطاع على الحوت من دابا، انا ما غادي نشريش. انا واخا جيت للمارشي جيت غير نشوف، ما غاديش نشري الحوت والصلاه على النبي.